المخبتون وبشر المخبتين إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم معاشر الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. من أجل صفات عباد الله المخبتين أنهم قوم يتحلون بالعدل والإنصاف ويخافون الحيف والظلم، يلازمون هذه الصفة في شتى أحوالهم، لأنهم يدركون أن الظلم ليس من أخلاق أولياء الله، وأن للظالمين أن يكونوا كذلك. فالظلم أيها الإخوة خلق ذميم وذنب جسيم وأذى عظيم، يحلق الدين ويأكل الحسنات ويجلب الويلات والنكبات، كما أنه أيضا يورث العداوات والمشاحنات ويثمر الأحقاد والضغائن ويسبب القطيعة والعقوق، ويحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. أما والله إن الظلم لوم، وما زال الشقي هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. والظلم طبيعة بشرية وجبلة متأصلة في النفوس، كما قال الله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأصل في الناس، الظلم والجهل، إلا من زكاه الله بالإيمان والتقوى والعلم والهدى والعدل والإنصاف. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم. ولهذا فإن أولياء الله المخبتين يحرصون على أن لا يتربوا على هذه الصفة الذميمة والخلق الذميم الذي هو في الأصل قد جبل الإنسان عليه، لكنهم يعيشون حياتهم في مجاهدة وإصلاح لذواتهم وأنفسهم. والظلم أيها الإخوة الكرام أشكال متنوعة وشعب متفرقة، إلا أنها لا تخرج في مجملها عن ثلاثة أنواع. أما أولها وأعظمها وأشدها فهو ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله جل وعلا، وهذا كما ذكرت هو أقبح الظلم وأفحشه وأشده وأشنعه، كيف لا، والعبد حين يشرك بالله تبارك وتعالى يفعل ذلك ظالما، لأنه قد ساوى الخالق بالمخلوق. يقول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك أعظم أنواع الظلم كما سبق، ولهذا فالله جل وعلا لا يغفره أبدا، وصاحبه أجارني الله وإياكم خالد مخلد في نار جهنم حرم الله عليه الجنة، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم العبد لنفسه بمعصية الله والخروج عن طاعته فيما لا يصل إلى درجة الشرك، وإنما هو دون ذلك من إتيان الذنوب غير المكفرة من الصغائر والكبائر.
وهذا ولا شك من ظلم العبد لنفسه، لأنه قد عرضها لعذاب الله تعالى إن لم يتداركه الله برحمته وعفوه ومغفرته. أما الظلم الثالث فهو ظلم العبد لغيره من العباد، وهذا القسم أغلظ مما سبقه من النوع الثاني، وأعظم إثما وأسوأ عاقبة، ولا يمكن الخروج منه والتخلص من شؤمه وإثمه بمجرد الإقلاع والندم، بل لا بد من استحلال صاحبه ورد حقه إليه. ومن ذا الذي يضمن لنفسه أن يحله المظلوم ويبيحه إذا جاء يطلب منه ذلك؟ فنسأل الله أن يعيذنا من ظلم العباد وألا يجعلنا في القوم الظالمين. يقول سفيان الثوري رحمه الله مبينا بشاعة هذا النوع من الظلم وأنه عند الله بمنزلة عظيمة، يقول: لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وذكر عن أبي بكر الوراق أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعا وحسنه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، يقتص الله بعضهم من بعض. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع في مجمع عظيم شهده أكثر من 100,000 من أصحابه الأطهار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، خطبهم في ذلك المجمع العظيم فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ يقول الراوي: قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وظلم العباد أيها المستمعون الكرام له أشكال كثيرة وشعب متفرقة، منها الظلم باللسان، ومن صوره الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسب والشتم والتنابز بالألقاب والسخرية والاستهزاء والقذف والاتهام بغير حق ونشر قالة السوء عن الناس وفضح أسرارهم إلى غير ذلك من أنواع الظلم القولية. أما الظلم بالفعل والجوارح فإنه يكون بالضرب والقتل بغير حق، وبالسرقة والغش والرشوة، وأكل أموال الناس بالباطل، ومنه كذلك الزنا واللواط والتجسس وتتبع العورات والتلصص على محارم الناس. وفي الحديث المتفق عليه: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي صحيح البخاري: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. كل هذا الوعيد فيه تحذير شديد وبيان بليغ بأن الظلم له عواقب وخيمة، وأن ظلم العباد على وجه الخصوص لن يفلت صاحبه يوم القيامة إلا إذا أدى الحقوق إلى أهلها. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجيرنا وإياكم من الظلم وحال الظالمين، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة، إنه سبحانه جواد
بر رؤوف رحيم، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.